بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما زال حديثنا موصولا مع سورة الإسراء، مع سورة الصافات، تلك السورة التي بينا أنها من السور المكية، والتي أقامت الأدلة على وحدانية الله عز وجل، وعلى أن يوم القيامة حق، وعلى حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكذبين. حسن عاقبة المؤمنين رأيناها في الحلقة السابقة التي يعني أطلنا الحديث فيها، وفيها بيان لحسن عاقبة المؤمنين، ويقول ذلك الرجل الذي خالف قرينه يقول: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن وميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا النعيم الذي هم فيه، إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا العمل الصالح، لمثل هذا، اسم الإشارة ده يعود إلى إيه؟ العمل الصالح. لمثل هذا الإيمان والعمل الصالح فليعمل العاملون. نعم، لمثل هذا فليعمل العاملون. كأن سائلا سأل وقال: يا رب، طب لمثل هذا فليعمل العاملون، طيب إذن فما عاقبة من لا يسلك هذا الطريق؟ ما عاقبة من طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا؟ من عمل أعمالا هذه الأعمال فيها الشر وفيها الضلال وفيها الفسق وفيها الفجور وفيها العصيان؟ تأتي المقارنات: أذلك خير نزلا؟ أذلك خير نزلا؟ يبقى اسم الإشارة به يعود إلى إيه؟ يعود إلى قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك اللي هو إيه؟ اللي هو العمل الصالح، اللي هو العمل الصالح المدلول عليه بقوله: إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا العمل الصالح فليعمل العاملون. يبقى أذلك اللي هو العمل الصالح ودخول الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى عمن قدم الإيمان والعمل الصالح، أذلك اللي هو دخول الجنة خير نزلا؟ نزلا بمعنى منزل. النزل اسم للمكان الذي ينزل فيه الإنسان. أم شجرة الزقوم أيهما أفضل؟ هل الذي يأكل من كل ما لذ وطاب في الجنة، أم أولى هذا الذي يطعم الزقوم؟ هل اللي بيأكل الأكل الطيب مثل الذي لا يجد إلا الأكل المر اللي هو يتمنى ألا يأكله؟ واخد بالكم المقارنات. أذلك خير نزلا؟ يعني هل العمل الصالح اللي أدى إلى دخول الجنة أفضل، أم العمل السيء الذي أدى إلى دخول النار أفضل؟ يبقى الاستفهام هنا للإنكار.
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ واسم الإشارة ذلك في قوله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم يعود إلى إيه يا أخوانا؟ يعود إلى نعيم الجنة الذي سبق الحديث عنه. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. والآيات اللي قبل ذلك ببضع آيات واللي فيها بأن أهل الجنة يجدون كذا ويجدون كذا ويجدون كذا ويجدون كذا، الآيات اللي حسب أولئك لهم رزق فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر. طب أذلك السرور كله ده زي مثل اللي هو بيأكل من شجرة ايه الزقوم؟ يبقى اسم الإشارة ذلك يعود إلى ما سبق من حسن عاقبة المؤمنين. واسم الإشارة ذلك في قوله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم يعود إلى نعيم الجنة الذي سبق الحديث عنه والذي يشمل الرزق. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. طب يبقى الاستفهام لإيه يا أخوانا؟ قال لك والاستفهام للتوبيخ والتأنيب. للتوبيخ والتأنيب لمين؟ لمن حق عليهم إيه العذاب، اللي هم كانوا في الدنيا ينكروا ايه الثواب والعقاب والبعث والجنة والنار. والاستفهام للتوبيخ والتأنيب. والنزل ما يقدم للضيف وغيره من طعام ومن مكان ينزل ايه به. انت جاي من البلد وسكنت في ايه في مدينة البعوث مثلا، الحجرة اللي انت سكنتها تسمى ايه نزل. منزل او نزل، تقول هذا منزلي. طيب ايه شجرة الزقوم؟ أذلك خير نزلا ام شجرة ايه الزقوم؟ طب ما هي شجرة الزقوم؟ قال لك وشجرة الزقوم هي شجرة لا وجود لها في الدنيا. واضح؟ ما يجيش واحد يسألك يقول لك يا سيدنا الشيخ قل لنا شجرة الزقوم، تعمل نفسك بقى فيلسوف وتقول لا 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 تتكلم إلا بالعلم السليم مش بتاع كله. لا، شجرة الزقوم يبقى واحد يسألك ايه شجرة الزقوم، تقول شجرة الزقوم كما قال العلماء هي شجرة لا وجود لها في الدنيا. لا وجود لها في الدنيا، وبعدين انت عاوزها ليه؟ هيقول لك ادي 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 سوء العاقبة لمن يراها فضلا عمن ايه يأكل منها. وشجرة الزقوم هي شجرة لا وجود لها في الدنيا، وإنما يخلقها الله تعالى في النار كما يخلق غيرها من أصناف العذاب لأهل إيه النار. طب الزقوم معناه إيه؟ يبقى عرفنا إن الشجرة في ذاتها لا وجود لها في الدنيا، وإنما يخلقها الله في الآخرة كلون من العذاب للمشركين. طب ايه معنى كلمة زقوم؟ قال لك والزقوم من التزقم وهو ابتلاع الشيء الكريه بمشقة شديدة. وهو يدخل هذا الطعام في فمه رغم انفه، هو لا يريده، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ادي معنى الزقوم من التزقم وهو ابتلاع الشيء الكريه بمشقة شديدة. ويبقى معنى الآية الكريمة ايه؟ معنى الآية الكريمة قل أيها الرسول الكريم، قل أيها الرسول الكريم.
لهؤلاء الكافرين الذين ينكرون وحدانية الله وينكرون صدقك في رسالته وينكرون البعث والثواب والعقاب، قل لهم: أذلك النعيم الدائم الذي ينزل به المؤمنون في الجنة خير أم شجرة الزقوم التي يتبلغ بها الكافرون وهم في النار فلا يجدون من ورائها إلا إيه يا أخوانا؟ إلا الغم والهم والكرب. ليه؟ لمرارة طعمها ولقبح رائحتها وهيئتها، حتى هيئتها تخيف، الهيئة نفسها تخيف. ومعلوم أنه لا خير في شجرة الزقوم. في خير في شجرة الزقوم يا أخوانا؟ أبدا. ولكن المؤمنين لما اختاروا ما أدى بهم إلى جنة النعيم وهو الإيمان والعمل الصالح، واختار الكافرون ما أدى بهم إلى النار وبئس القرار. قيل لهم ذلك على سبيل إيه؟ يبقى قيل للكافرين على سبيل التوبيخ والتأنيب لسوء اختيارهم: ادخلوا إلى نار، هذه النار لا يوجد فيها مأكل سوى إيه؟ شجرة إيه؟ الزقوم. طيب إيه وظيفة هذه شجرة الزقوم؟ وظيفتها إيه؟ اسمع. ثم بين سبحانه شيئا عن هذه الشجرة فقال: إنا جعلناها فتنة للظالمين. كلمة فتنة يا أخوانا دي لها إطلاقات متعددة، لكن هي مأخوذة من الفتن بمعنى الاختبار والامتحان. تقول: فتنت الذهب بالنار. يعني إيه؟ يعني أدخلت الذهب في النار لكي عندما أخرجه أعرف الذهب الخبيث من الذهب إيه؟ الذهب اللي هو ذهب حقيقي من الذهب اللي هو إيه؟ مغشوش. يبقى كلمة فتنة يعني اختبار. ولذلك قال قلنا: إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي إنا جعلنا هذه الشجرة محنة وامتحانا لهؤلاء الكافرين الظالمين، لأنهم لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوجود هذه الشجرة في النار، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقومه: يا قومي أطيعوني تدخلوا الجنة، إذا كفرتم وأشركتم مع الله في العبادة آلهة أخرى سيكون مصيركم إلى إيه؟ إلى النار وإلى شجرة الزقوم. أخذوا يستهزئون إيه؟ لأن ده اللي حصل فعلا. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دعا أهل مكة إلى الإسلام وآمن من آمن وبقي على كفره من بقي، فأحد الصحابة أو الرسول قرأ هذه الآية، فلما سمعها أبو جهل قال لأصحابه: هيا بنا نتزقم. مش بيقولوا بأن فيه شجرة في النار، لا، احنا خلينا نتزقم في الدنيا من العنب الفلاني ومن ايه ومن الشجر. معنى نتزقم يعني ايه؟ يعني نأكل. وأنكر وجود شجرة الزقوم امتى؟ فالقرآن برضو قال له: طب لا، أنت ستراها رغم أنفك. أنت ابتلاء واختبار. إنا جعلناها فتنة للظالمين، لأن الرسول لما أخبر بعض المشركين بوجود هذه الشجرة في النار كذبوه واستهزأوا به، فحق عليهم
عذابنا عذاب الله سبحانه وتعالى لهم، لأنهم سيدخلون الجنة وسيأكلون طعامهم من سيكون طعامهم من إيه؟ من شجرة الزقوم. ورحم الله الإمام القرطبي، فقد قال عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي المشركين، وذلك أنهم قالوا: كيف تكون في النار شجرة مع أن النار تحرق إيه؟ الشجر. هم بيقولوا أنت يا محمد بتقول فيه شجر اسمها الزقوم في جهنم، طيب إزاي يبقى شجرة وتوجد في النار وجهنم إيه نار؟ فرد عليهم القرآن الكريم: وكان هذا القول جهلا منهم، إذ لا يستحيل في العقل أن يخلق الله عز وجل في النار شجرا من جنسها لا تأكله إيه؟ هل قدرة الله يعجزها شيء؟ لا، حاشا وكلا، كما يخلق الله فيها الأغلال والقيود والعذاب. واضح يا أخوانا؟ ده رد على المستهزئين الذين أنكروا أن تكون في النار شجرة، هذه لأن النار في زعمهم بتحرق جميع إيه؟ قال لك هذا في الدنيا، لكن في الآخرة الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يوجد شجرة، هذه الشجرة لا تأكلها إيه؟ النار. إنا جعلناها فتنة للظالمين. طيب كأن واحد بيسأل يقول: قولوا لنا الشجرة دي أصلها إيه؟ مش كده؟ قولوا لنا الشجرة. القرآن برضو رد: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، في نفس الإيه؟ في نفس النار. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي منبتها وأصلها يخرج من أسفل إيه؟ الجحيم. أما أغصانها وفروعها فترتفع إلى دركاتها، إلى دركات إيه؟ أسفل النار. واحد تاني بيقول: طب ما تقولوا لنا الثمر بتاعها إيه؟ مش صح؟ واحد بيسأل يقول: طيب والثمر بتاعها إيه؟ عرفنا إن الشجرة، طب وإيه الثمرة؟ قال له: خذ. ثم بين سبحانه ثمرها فقال: طلعها كأنه إيه؟ طيب آدي هيئة الثمر إيه؟ بتاعها. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أي ثمرها الذي يخرج منها وحملها الذي يتولد عنها يشبه في القبح، يشبه في إيه؟ في القبح وفي النتانة وفي الكراهية، يشبه رؤوس الشياطين التي هي أقبح ما يتصوره إيه؟ العقل. أقبح ما يتصوره العقل هو إيه؟ رؤوس الشياطين. يبقى في هذه الحالة القرآن بيقول أهي التمر بتاع شجرة الزقوم يشبه رؤوس إيه؟ الشياطين، التي هي أقبح ما يتصوره العقل. يبقى ده تصوير للخيال وللعقل، أن يتصور، لما يتصور أن طلع هذه أو ثمر هذه الشجرة كأنه إيه؟ رؤوس الشياطين. ولذلك قال صاحب الكشاف رحمه الله عز وجل، قال صاحب الكشاف: شبه الله سبحانه وتعالى ثمر هذه الشجرة برؤوس الشياطين. ليه؟ للدلالة على تناهيه في الكراهية وقبح المنظر. ليه؟ لأن الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس. لما أنت تقول لواحد: يا أخي أنت شيطان، يبقى ده مكروه ولا مش مكروه؟ مكروه. لاعتقادهم أنه شر محض لا يخالطه إيه؟ خير. فيقولون في القبيح الصورة، ها؟ شيطان.
يقولون والعياذ بالله يقولون في قبيح الصورة ايه؟ كأنه وجه شيطان، وجه كذا كأنه وجه ايه؟ شيطان، او كأنه رأس شيطان. ولذا وإذ صوره المصورون صوروه في أقبح صورة، كما أنهم اعتقدوا في الملك. لما تقول يا سلام وجه فلان ده زي وجه الملك، تبقى دي صورة ايه؟ جميلة. مش قالوا كده زي ما جاء في القرآن الكريم ما هذا ايه؟ بشرا، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت لسيدنا اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا إيه؟ بشر، إن هذا إلا ملك كريم. يبقى ده دليل على إيه؟ سمو إيه؟ الجمال. لكن لما يقول طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، نتصور رؤوس الشياطين إيه؟ نهاية القبح في الموازنات. طيب بعد ذلك ايه هذه الشجرة؟ لماذا وجدت؟ لماذا وجدت؟ قال لك فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. يبقى الفاء هنا بنسميها الايه؟ للتفريع، للتفريع، لأن الآيات في أولها بتقول لنا ايه؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ مقارنة، إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها أصلها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طيب ثمارها طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، وظيفتها فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. أي هذا هو حال تلك الشجرة، وهذا هو أصلها وثمرها، ويتفرع على ذلك وأن هؤلاء الكافرين الذين يستهزئون بمن يحدثهم عنها لآكلون من ثمارها حتى تمتلئ بطونهم رغما عنهم وإذلالا لهم. ثم إن لهم عليها، أي على ما يأكلونه منها، لشوبا من حميم. طب الشوب هو ايه؟ قال لك الشوب اي معنى الشراب، لشوبا من حميم اي لشرابا مخلوطا بايه؟ بماء شديد الحرارة يقطع الاحشاء، كما قال عز وجل وسخوا ماء حميما فايه؟ فقطع امعاءهم. ادي معنى ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني لا ماء مخلوط بسخونة شديدة شديدة، هذه السخونة أو هذه الحرارة تقطع إيه؟ الأمعاء، كما قال عز وجل وسقوا ماء حميما، يعني في نهاية الحرارة فقطع إيه؟ أمعاءهم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. والشوب الخلط، يقال شاب فلان طعامه، يعني إيه؟ خلطه. شاب فلان طعامه يعني خلطه بشيء قبيح، مش بشيء حسن، وإنما بشيء قبيح. طب والحميم، ما المراد بالحميم؟ قال لك والحميم الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة، فطعامهم والعياذ بالله قد اجتمع فيه مرارة الزقوم وحرارة الماء، وهذا أشنع ما يكون عليه الطعام. طب ونهايتهم؟
ثم بين سبحانه مصيرهم الدائم، مصيرهم الدائم، فماذا قال؟ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، بعد الأكل اللي قطع الأمعاء وبعد الشراب اللي قطع الأمعاء النهاية إيه؟ جحيم. ثم إن مرجعهم، أي ثم إن مرجعهم ومصيرهم ومقرهم الدائم بعد كل ذلك لدركات الجحيم والعياذ بالله. وانظر إلى أسلوب القرآن وتأملوا أسلوب القرآن، كأن سائلا سأل وقال يا رب العذاب ده مش صح، مش كده، العذاب ده شديد. فيأتي القرآن ليبين الأسباب، ليبين الأسباب. طب ليه عذبناهم هذا العذاب؟ هل ظلمناهم؟ لا، ولا يظلم ربك أحدا. ثم بين سبحانه الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المصير السيء، فقال إنهم ألفوا آباءهم ضالين، وجدوا آباءهم في الضلال فتبعوهم. ألفوا يعني إيه؟ وجدوا. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ومعنى يهرعون يعني إيه؟ يسرعون، يسيرون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه إيه؟ آباءكم. ردوا قال لا، ردهم وقال إنا بما جاءنا به الآباء إيه؟ مقتدون. فهم على آثارهم يهرعون. وتأتي التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. فالقرآن يقول له لا، إن عليك إلا البلاغ، اطمئن، لا تتعب نفسك أيها الرسول الكريم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ضل قبل اللي احنا بنحدثك عنهم آبائهم كانوا أكثر إيه؟ في الضلال. ولقد ضل، شوفوا التعبير بأكثر يا جماعة، خدوا بالكم الاحتراس. ولقد ضل قبلهم، قبل اللي انت أرسلت إليهم يا محمد، أكثر الأولون. قوم نوح لم يؤمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، يعني رسلا، يعني في السابقين، قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم صالح وقوم هود، أرسلنا هؤلاء الرسل. فمعظمهم أو أكثرهم كذبوا إيه؟ الرسل. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر وتأمل أيها العاقل كيف كان عاقبة المنذرين. عاقبتهم من آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار، من آمن عاش سعيدا ومن كفر عاش إيه؟ شقيا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. أي قلنا إلا هنا بمعنى إيه برضه؟ لكن هذا مصير هؤلاء الذين ألفوا آباءهم ضالين، فهم يسرعون خلفهم، لكن عباد الله المخلصين آمنوا بمين؟ بالرسل، وآمنوا بالحق، وأدوا التكاليف التي كلفهم الله سبحانه وتعالى، فكانوا ممن قال الله فيهم أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Woo!